بسم الأب والابن وروح القدس الإله الواحد. آمين. نقرأ في الرسالة الأولى إلى تيموتاوس فصل 3 آية 15. تيموتاوس الأولى فصل 3 آية 15. إذا أبطأت، يعني أنا بولس، فعليك أن تعرف كيف تتصرف في الكنيسة. وشو بقول عن الكنيسة؟ التي هي بيت الله الحي وعمود الحق وركنه. طبعا تشبيه هندسي، بيقول انه الكنيسة هي اساس الحق. طبعا بيحكي عن الكنيسة الرسولية، ما بيحكيش مع كل احترامنا عن الفئات اللي نشأت بعد سنة 1520 في ألمانيا، وبعد سنة 1920 في الأردن، وبعد 1930 أو 1940 في فلسطين. أود أولا أن أحيي جميع الإخوة والأخوات اللي علقوا على اليوتيوب. في نفس الوقت من المؤسف إنه في ناس بفكروا تفكير غلط. شو التفكير الغلط؟ إنه المسألة شخصية. المسألة مش شخصية، إنه الخوري الأرثوذكسي الفلاني، بذكروا اسم كان أرثوذكسي، أو خوري اللاتين الفلاني اللي هو الداعي. المسألة زي ما بقول مار بولس، من بولس؟ من أبولوس؟ ما بنحكي إحنا عن أفراد، إحنا بنحكي عن مبدأ. وزي ما قال السيد المسيح: تعرفون الحق والحق يحرركم. هل الإشي اللي ذكرناه في الماضي واللي سمعناه من مصادر موثوق فيها، هل هو صح؟ هل حصل أم لم يحصل؟ اللي هي هجرة نحو 50 شخص، أنا ما بعرفهم شخصيا، من شمال فلسطين يعني الجليل. هلأ هدول كانوا تابعين، بعرفش أني فئة، ولكن هي جماعة، بلاش نقول فئة، جماعة من معيدي العماد أو معمدانية. في اللي سمعته أنا، طبعا مش إنه أنا المرجع هون، في قرية بأكملها يعني، بتقول إنه هدول هاجروا على البرازيل لأنه قالوا لهم إنه المسيح سيظهر في البرازيل. في ناس كذبوا هذا الكلام. ما إذا هذا الكلام غلط، غلط يعني، إحنا لا نصر على إشي غلط. شو جايينا من كل هالفيلم يعني؟ بقول لك حسب ما فهم أحد الشبان اللي بيقرأ الأمور، إنه هم خافوا من الحرب، مش هيك؟ خافوا من الحرب، أني حرب من إيران يمكن، ولا من كوريا الجنوبية أو الشمالية، يعني خافوا من حرب فهاجروا على البرازيل. ما هو موقف الكنيسة؟ كنيسة واضح موقفها، هو هاي بلدنا إحنا المسيحيين مرتين، هاي بلد المسيح وهي بلاد الآباء والأجداد، مش لازم نترك هاي البلاد. هذا موقف الكنيسة. الكنيسة بتعمل مشاريع إسكان. إحنا في على الأقل في القدس الشرقية، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، ما شفناش، بديش أحكي عن الجليل لأنه بعرفش إشي، ولكن بعرف إنه البطريركية اللاتينية عملت ما لا يقل عن 20 مشروع إسكان آخر 22-23 سنة. بعرف إنه الآباء الفرنسيسكان في القدس وبيت لحم عملوا ما لا يقل عن 10 مشاريع إسكان. إذن في سؤال بنحب نطرحه للي بحب يجاوب، إنه مع إنه الجماعات اللي خلينا نسميها الآن بكلمة جامعة المعمدانية عندها أموال كثيرة، ليش ما بتعمل إيش مشاريع إسكان مثلا في كل فلسطين، في كل القدس الشرقية وسائر المناطق المدارة فلسطينيا؟ طبعا بالنسبة لنا كلها من دان لا بئر السبع هي فلسطين.
ما فيش مدارس لهي الجماعات، الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية على علاتنا طبعا، احنا مش ملائكة. ومن السخافة بعيد منكم تقول لي الخوري الفلاني كذا والمطران الفلاني كذا، احنا منتكلمش عن الأفراد. على فكرة ما منحب نجرح شعور حدا، ولا وليس لائقا انه حدا يجرح شعورنا او يحكي عنا كلام بذيء بعيد منكم، هذا مش لائق لا في كهنوتنا ولا في هو كمسيحي او كمعمد. يعني ان الكلام ايه صفة المتكلم. اذا ما بدناش نتفلسف على حدا نقول فلان الفلاني، هاي كلمة فلان الفلاني تدل على الافلاس، احنا بدنا ايش المبدأ. طيب واحنا نحكي هالكلام مع الاسف في عندي هون، معلش في عندي هون كتب، مش راح احكي عن محتوى هالكتب. ليش؟ لانه مش كل اشي بنقدر نحكيه امام الشاشة الصغيرة، خصوصا في المواضيع الوطنية، احنا في وضع حرج جدا. فما بدي احكي عن اي اشي الان مرتبط بالوطن، مع انه موقف الكنيسة واضح انه هذا وطننا. في بشر بعلمه، في فئات بتقول لك موجود منها بيت سحور بدون مؤاخذة ملناش وطن على الارض. طيب اذا كل المسيحيين في فلسطين، اذا كل الفلسطينيين اقتنعوا انه ملناش وطن على الارض، شو النتيجة؟ مش بس مين هم؟ واضحين اللي بيستنوا اليهود. لما انت بتقنع كل المسيحيين، سمعتوها هذا الكلمات ولا لا؟ انه ملناش وطن على الارض، سمعتوها ولا لا؟ هاي شو معناها بالعربي؟ هاي معناها بدون ما يحسوا بهالاشي، بأمل انه بيحكوا بدون ما يحسوا، لانه اذا بيحكوا هم قاصدينها هذا بكون خطير. هم بيعلموا هذا التعليم في كل الدنيا يعني؟ طبعا في كل الدنيا، لسه في اتعس من هيك. بقول لك انه اسرائيل هي تحقيق ملكوت الله على الارض. يعني الفئات الكبرى المعمدانية في الولايات المتحدة معروف انها مؤيدة لاسرائيل اكثر من اليهود. يعني في انتخابات اللوبي اليهودي ولا اشي بالنسبة ل 60-70 مليون معمداني، معظمهم بصوته لمين؟ للمرشح، لأكثر مرشح بده يخدم إسرائيل. وهذا إشي مين قاله؟ راديو إسرائيل، مش هذا السبت، السبت اللي قبله، في برنامج اسمه شبات عالمي ليتحاق نوي. بدناش ننسى إنه الممارسة الدينية عند اليهود في الولايات المتحدة مش أكثر من 15%. إذا كثير من اليهود في الولايات المتحدة ولا بهمهم إشي اسمه ما يسمى بإسرائيل. كويس؟ أما عفوا يعني بدون مؤاخذة، أنتم أنا هلأ بتبلى ولا سمعتوا هالعبارة ملناش وطن على الأرض؟ سمعتوها ولا ما سمعتوها؟ مملكتي ليست من هذا العالم. معنى إيش؟ طبعا انه يسوع ما بدوش هو يكون ملك عسكري سياسي اقتصادي، ولكن سؤالنا او قالنا انتم ملح الارض. يسوع بكى على وطنه. يسوع شو بقول وهو زعلان وحزين؟ ليس لنبي كرامة وين؟ في وطنه، او ليس نبي بلا كرامة الا في وطنه. هلا احنا نحكي هالحكي، نحن لا نسمح لأنفسنا ككنيسة خصوصا بوثائقنا الرسمية إنه نهاجم ولا أي كنيسة تانية أبدا، إلا مرات ممكن نحط بيان مثلا الفئة الفلانية ليست مسيحية، مثلا فئة شهودية وهدول مش مسيحيين، فئة المرمون هدول مش مسيحيين. أما ناس محسوبين على المسيحية زي مثلا متجددين، معمدانيين، سبتيين، ميثوديست، مشيخيين، عمرها ما صدرت ولا أي وثيقة من الكنيسة الكاثوليكية ككنيسة من سنة 1964 لليوم ضد أي واحدة من هاي الجماعات
ولا طبعا ضد الكنيسة الأرثوذكسية، ما بتلاقوش ولا وثيقة، وهذا إشي مهم. مع الأسف في صدر لسه قبل يومين مقال لأحد المعمدانيين، أي بين إيدي المقال. هلا ممكن تقول لي إنه بعرف إذا في حدا تاني عنده معلومات أو أفكار بالنسبة لردود الفعل عن قصة هذول الجماعة واللي راحوا وإلى آخره. بقول لك الكاهن الفلاني يهاجم كيا حمراء. نعم. في إذن بقول لك الخوري الفلاني يهاجم المعمدانية. الخوري الفلاني متعصب ضد المعمدانية. دم أخذ هذا الكلام سطحي جدا. فش خوري لا كاثوليكي ولا أرثوذكسي بيوافق على السلبيات اللي بقدموها المعمدانيين ولا لا؟ لأنه لو إحنا بدنا نوافق عليهم كان إيش؟ كان منصير منهم. بمجرد ما أنا كان أرثوذكسي أو كاثوليكي أنا لا أوافق على الانتقادات المعمدانية للكنيسة ولا لا؟ هلا في خوري بيحكي وفي خوري بيحكي أقل، في خوري بيختلط فيهم بحكم الظروف وفي خوري ما بيختلطش فيهم بالمرة، في خوري بده يريح راسه بقول لك شو جاييني من كل هالفيلم هذا، وفي خوري بقول معلش أنا على نقائصي كإنسان بدي أحكي كلمة الحق، بدي أدافع عن الكنيسة. إحنا ما مندافع عن أنفسنا، شو قال بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس؟ نحن لا نبشر بأنفسنا. عشان هيك ما تقوليش أبونا فلان وأبونا فلان والخوري الفلاني، وحتى مرات بيحكوا اسم الواحد فينا بدون لقبه الكهنوتي، وهذا عيب، هاي قلة أدب، عيد منكم. الإنسان يحترم البشر. إحنا نقول الأخ الفلاني الأخت الفلاني، أما تقول فلان هيك حاف عيب. يعني أنا بتذكر يخلي حبايبكم رحمة الوالد كان يقول لي أبونا، هاي أبو الخوري، هاي والدة الخوري بقولوا له أبونا، وهم أم والدي، فهذا عيب. برجع وبقول هل هاي أفكار مسيحية ولا أفكار، بديش أقول يهودية أحسن لا أقول إني بهاجمهم، هذا عيب. صرش أقول يا فلان، خصوصا لما حضرتك متزوج عندك أولاد، السيد فلان السيدة الفلانية أبو فلان أم فلان، ولا غلط؟ الاحترام هي الثياب اللي إحنا بنلبسها، بدون احترام كأننا عراة ولا لا؟ الإنسان هو الكائن الوحيد اللي بيستحي. بعيد منكم، الحيوانات بيستحوا ولا لا؟ او يمكن حتى فيه. نعم. هم بيحكوا ابونا انه لا تدعوا لكم ابا على الارض، مع انه هذه ما كانت للكهنوت وما كانت للمسيحية، كانت للكتبة. الكتبة والفريسيين، متى فصل 23 آية 9، شو الآية الثانية بتقول؟ جلس الكتبة والفريسيون على كرسي موسى. فانتوا يا رسل، انتوا يا تلاميذ، ما تدعوا انتوا ناس تانيين اللي هم من الكتبة والفريسيين، لا تدعوهم آبي يا أبي ولا تدعوهم ربي، لأنه كانوا يجبروا الناس يدعوهم آبي وربي. إذن نرجع طبعا ونكمل نفس الموضوع، إنه بقول لك الخول الفلاني يتهجم علينا. إذا أنا بقول إنك البعيد صهيوني، على فكرة بحكي مش عن الصهيونية السياسية، أنا بركز على الصهيونية العالمية. الصهيونية العالمية هي دينية ولا أخلاقية، وعدوها الأول هو المسيحيين، وبين المسيحيين عدوها الأول هو الكنيسة الكاثوليكية، وفي الكنيسة الكاثوليكية من ألد أعدائها الرهبنة اليسوعية. هذا بتلاقوه في كتاب مزيف اسمه بروتوكولات حكماء صهيون، أعتقد رقم 17. الكتاب مزيف، مش اليهود هم اللي كتبوه سنة 1909
على فكرة لاحظ 1909 هي السنة اللي بنيت فيها تل أبيب على أرض فلسطين في كورنيا 1909. مش اليهود كتبوا، ولكن الكلام اللي فيه صحيح، يعني الكلام صحيح ولكن النسبة لليهود يبدو أنه غلط. يعني في ناس كتبوه باسم اليهود ولكن الأشياء الموجودة فيه إيش صحيحة، وفي كثير منها إشي تم. إذن نرجع لقصة يتهجم. بدي أفهم أنا من يتهجم على من؟ لما هم بينكروا البتولية الدائمة للسيدة العذراء، مين اللي بتهجم؟ هم اللي بتهجم. لما بينكروا شفاعة القديسين أو وجاهة القديسين، هم اللي بتهجموا. لما بينكروا معمودية الأطفال، هم اللي بتهجموا ولا لا؟ لما بينكر إشارة الصليب بعض الفئات، هم اللي لما بينكر الكهنوت المسيحي، هو اللي بتهجم. أنا إيش بعمل؟ أنا بدافع. يعني لو هو ما أنكر ما فيش ضرورة إنه إيش؟ إنه أنا أدافع. ولما بيجي بقول للبشر عندي ما لكمش وطن على الأرض، إيش أقول لهم؟ نعم، يعني لا بأس. إذن في فرق بين الهجوم والدفاع. هلأ ممكن إنه فلان من الناس وهو يدافع أقول لك هدول كذا، هدول صاينة، بدك يثبت كلامه، بس طبعا نتجنب الإشي السياسي. تفضل. هذا مقال خرافة الخلافة الرسولية. العنوان تهجم. العنوان تقلق. تقرأ المقال، صدر يوم الأحد الماضي. المقال شو بقول لك؟ إنه في بعض المؤسسات، على فكرة هذا نفسه إيش كان يكتب قبل فترة؟ كان يكتب بالعربي المشبرح، مثلا حاشا وكلا بعيد منكم، الكنيسة الكاثوليكية هي الزانية الكبرى، كتبها. احنا غلطنا انه ما رفعناش عليه دعوة، هاي بامكانك ترفع عليه دعوة وعندنا النصوص. لما حسوا بالسخن بطل يقدر يكتب اللي بده اياه. ايه صار؟ يقول بعض المؤسسات، بس بدي اقرأ لكم جملة. أو تفضل دكتور حتى هيك يتنوع الصوت والصورة، لأنه هلكتكم دائما نفس ال... من الأول يعني كله؟ لا لا مش كله، بس تفضل. ربما يتعجب غلبك بس ترفع الموجة بحياة أبوك. طبعا بحياة أبوك، هلأ أقول لك هاي الخوري بحلف يعني لطفا، لأنه في بشر بدون مؤاخذة فيش عندهم روح المرح، ما بميزش الجد من هذا. زي مرة مثلا ممكن نستشهد بتمثيلية أو إشي، يا الخوري لازم يستشهد بالكتاب المقدس، وهم نفسهم بعدين بقول لك قال دريد لحام الدليل، قالوا عاد الإمام الدليل، قالوا له طيب ما هيك أنت يعني إحنا بدناش نكون الواحد طوله إنه خلص دائما بس نحكي في الدين. الحياة متنوعة ولا لا؟ بدنا ناكل كتاب مقدس ونشرب مزامير، ما بدنا نعيش. تفضل. ربما يتعجب البعض منكم أو يندهش أو يتساءل، كيف تقدر بعض المؤسسات أن تعلم عقائد وتعاليم محددة ومعينة لا تكون متضمنة أو مشمولة بوضوح في الكتاب المقدس؟ عقائد مثل بطرس الصخرة ويوم الرب هو يوم الأحد وغيرها. يوم الرب يوم الأحد معناه بطخ على إيش؟ إنه شو هدفه؟ يقول إنه يوم الرب مش يوم أنو يوم؟ يا عمي وين رجعنا؟ شبات شالوم، يوم السبت دخيل الله. بقول لك الخوري بتبلع عليهم. كمل. ربما يتعجب البعض منكم كيف بالإمكان تعليم هكذا عقائد إذا لم يكن في الكتاب المقدس أي شيء يدل أو يشترك في هذه التعاليم؟ سوف ندرس السبب الذي من أجله تعلم هذه المؤسسات عقائد وتعاليم كهذه مع أنها غير متضمنة ومشمولة في الكتاب المقدس وليس حتى مفهومة ضمنا. يعني أنه في الكتاب المقدس
هاي الخلافة، هاي الرسولية غير واردة، لا واردة صراحة ولا واردة بشكل مبطن. مثلا لما خلينا نقرأ، حدا منكم يحضر لي الرسالة إلى تيتوس، الرسالة إلى تيتوس عبين الفصل الأول. خلينا نشوف لما بقول له إني أقمتك في كريت، اللي هي جزيرة كريت، تركتك في كريت. طيب إذا تفضل دكتور اقرأ لنا إياها بصوت عالي. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك. إيه؟ تقيم من كان منزها عن اللوم إلى آخره. منيح. هاي القديس مين؟ بولس. بيكتب لمين؟ لتيتوس. لتيتوس تلميذه تيتوس. وشو بقول له؟ أنا تركتك في جزيرة وين؟ كريت، حتى تقيم، حتى ترتب كل شيء، مش فوضى زي عند بعض جماعة، كل واحد بيفتح زي ما بقوله بعض البجاجلة دتشين دين دتشين دين. طيب وإيش كمان؟ حتى ترتب كل شيء وتقيم شيوخا. شيوخا، أيوة. خلينا نطلع عليها. هيو في النص اليوناني، أي عنا تيتوس، هني آية، آية خمسة، آية خمسة، نعم، أيوة. كتا، أيوة، كتا بولين في كل مدينة، بريزفيتيروس، بريزفيتيروس، شو جاي كلمة منها بالإنجليزي؟ بريست، الكاهن، قل له بريست يعني المتقدم في السن، زي الآرامي، قاش، قاشا، القسيس، كلمة القسي، القس أو القسيس تعني المتقدم في السن، زي إيش؟ بريسبيتر، يعني تقيم شيوخ، يعني تجيب رجال كبار وتحطهم، ولا تقيم كهنة، معناها تقيم كهنة، يفضل متقدمين في السن حتى تريح راسك من كلام بعض جماعة، بس إيش لازم؟ تحط إيديك على روسك. طيب إذا سبعة كمان. سبعة. لأن الأسقف هو وكيل الله. شو الكلمة؟ أسقف. أسقف كلمة يونانية إبيسكوبوس. إبيسكوبوس. فهي اصطلع عنا إبيسكوبوس. إبيسكوبوس بيشوب بالإنجليزي. أسقف بالعربي. مطران. بريزبيتروس بعدين قبلها أو بعدها بيحكي عن دياكونوس. يعني دياكونوس. الشماس. طيب. هلا اذا خرافة الخلافة الرسولية لحد الان شفنا انه بينكر الخلافة الرسولية المسيحية. طيب خلينا نقرأ اخر المقال. وهكذا اساسا، وهكذا اساسيا وجوهريا يقول التلمود ان رسالة موسى قد نقلت من موسى الى يشوع، ومن يشوع الى الشيوخ، ومن الشيوخ الى الانبياء، ومن الأنبياء إلى رجال الكنيس الكبير، عندهم قائمة ازدواجية. بكلمات أخرى، رئيس نقل إلى الذي يليه والذي يليه. يوجد قائمة طويلة من أفراد عاشوا بالتعاقب ونقلوا أو مرروا المعلومات التي أعطاها الله إلى موسى، ليس فقط المكتوبة، بل يفترض أيضا وحيا شفهيا أعطاه الله لموسى. بكلمات أخرى، كان يوجد نموذج من التعاقب أو الخلافة، وسوف لا نسميها خلافة رسولية، بل سوف نسميها تسلسل من جيل إلى جيل ينقلها ويمررها من خاخام أو كاتب إلى آخر. يعني ببرر الشغلة الثانية، ما يبرر. إذن شو استنتجتم؟ خلافة رسولية في الكنائس ما فيش، أما في تعاقب وتسلسل عند مين؟ عند اليهود. فأنا اللي بتبلى عليه. على فكرة المذهب البروتستانتي ككل، احنا في الدين مش بالسياسة، هل يعترف انه بالكهنوت اليهودي ولا لا؟ يعترف. هل يعترف بالكهنوت المسيحي؟ لا. لا. يعترف بالكهنوت اليهودي، لا يعترف بالكهنوت المسيحي. هلأ مع
الأخ هون بيقول إنه ما فيش تواتر، ما فيش تقليد. تتذكروا إنه مثلاً الترجمة اللي هون مع أبو جورج. خلينا نشوف كورنثوس الأولى فصل 11 آية 2. خلينا نشوف مع الأخت هناك، شوفينا في تسالونيق الثانية فصل 2 آية 14. نشوف أم أمير شو معاكي. كورنثوس الأولى فصل 11 آية 2، ثانية تسالونيكي الفصل الثاني آية 14 و15. بس طبعا مش راح أطلب من الأخت أم الأمير إنها تقرأ، بس بطلب منها إنها تتابع النص وقت ما الإخوة أو الأخوات راح يقرؤوه في ترجمة فان دايك. فان دايك ترجمة بروتستانتية قديمة لليوم بيستخدموها إخواننا البروتستانت. طبعا مش الترجمة اللي بين إيدين الأخ عيسى، لأنها ترجمة مسكونية مرة كده ومرة. طبعا هلأ إذا في ناس مسلمين بيسمعوا كلامنا ممكن يتوهموا ويقول لك هاي الكتاب المقدس محرف. منطمنهم إنه الكنيسة والعلم أو العلم والكنيسة لا تؤول، ما بتعول، ما بتعتمد على الترجمات، تعتمد على إيش؟ الأصل. الأصل. الأصل وليس النقل. أما ليش الترجمات؟ لمين؟ للشعب. وإلا بدكم تتركوا كل أشغالكم تتعلموا ثلاث لغات قديمة ما حدا بيحكيها اليوم تقريبا، اللي إيش؟ عبري قديم وآرامي قديم ويوناني قديم. ومع الوقت تكبر الفجوة بين اللغات الحديثة واللغات القديمة. نعم. وين مع أبو جورج وين وصلنا؟ كورنثوس الأولى فصل 11 آية 2. تفضل. نعم بس بصوت عالي لطفاً. فأمدحكم أيها الإخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعاليم كما سلمتها. وتحفظون إيه؟ تعاليم تقاليد. هي لازم تكون التقاليد، لأنه باليوناني باراذوسيس تسليمات. بالضبط. مش لمنوتة بالآرامي. لقيت لنا النص مس تفضلي الأخت هناك. فإنكم أيها الإخوة لا هاي الأولى، إحنا بدنا تسالونيق الثانية. هون وقعتي على آية بحرفوها شهود يهوى لأنها بتطيح باصرة باليهود فبخففوها شهود يهوى. هاي كورنث، هاي تسالونيق الأولى فصل 2 آية 14 إلى 15 زي ما بقولوا رب ضارة نافعة. بس احنا هلا بدنا ايه؟ تسالونيك الثانيه فصل 2 في فرق بالترقيم 14 15 فاثبتوا اذا. اثنين عدد فصل 2 اي 14. الامر الذي دعاكم اليه بانجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع فاثبتوا اذا ايها فاثبتوا اذا ايها الاخوه وتمسكوا بالتعاليم. وتمسكوا بايه؟ التعاليم التي تعلمتموها. هي باليوناني مش تعاليم، تقاليد. هي تقال شو مكتوب هون؟ تقاليد. تقاليد. طيب خليكم نفس تسالونيك الثانية فصل 3 آية 6 على إيدك الشمال. ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلكوا بلا ترتيب وليس حسب التعليم. مش لازم تكون تعليم، حسب ايه؟ التقليد. كل هاي النصوص تتكلم عن تقاليد مسيحية رسولية. مع الأسف ترجمة فان دايك بدال ما تخليها تقاليد شو حولتها؟ تعليم. هلأ خلينا نشوف تقاليد اليهودية شو بصير فيها حسب رأيكم، هيك إحساسكم مع أبو كلبشة يعني. شو إحساسكم؟ حاسة الشم عندكم قوية راح يغيروها لتعاليم لما بيحكي عن تقاليد يهودية، ولا راح يخلوها زي ما هي ما يقربوش عليها؟ خلوها أبونا.
راح يخلوها زي ما هي. خلينا نشوف في إنجيل مرقس فصل 7 آية 3 وتابع. مرقس فصل 7 آية 3 وتابع. وناس تانيين يفتشوا على غلاطيا فصل 1 آية 13 إلى 14. 7 مرقس ورقم كديش أبونا؟ وين هاي التقاليد؟ آية 3 لأن الفريسيين، بس بصوت عالي لطفا دكتور. لأن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديهم باعتناء لا الوضوء يعني متمسكين بتقليد الشيوخ. متمسكين بإيه؟ تقليد. طيب نفس الكلمة باليوناني باراذوسيس، شو ترجمها؟ تقليد. حافظ عليها ولا غيرها؟ حافظ عليها. وين النص الثاني بابا؟ غلاطيا 1 13 إلى 14. مربولوس بيحكي عن حاله وقت ما كان يهودي. انتو يوذايسمو، لا مش عندك في الترجمة لأنه عندك ممكن تكون منيحة. أخ عيسى تحية للأخ عيسى. غلاطيا أي واحد؟ غلاطيا فصل 1 آية 13 إلى 14. لقيتها أبو جورج؟ طيب لطفا بس بصوت عالي. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية. في الديانة اليهودية عند مها شعاريم هذول. أني كنت أطاعت كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت على فكرة في ترجمة يهودية ما فيش كنيسة، زاحوا دائما كنيسة ما فيش، حطوا بدالها جماعة. زاحوا نعمة، فيش نعمة. إيش بحطوا؟ حطوا لطف غير مستحق، يعني بطيروا الكلمات المسيحية. بزيحوا صليب، حطوا بدالها خشبة العار. كله تأليف وتلحين حتى يزيح الطبعة، الطابع المسيحي. أما على العهد القديم بقربش. على فكرة هل في اعتراضات بروتستانتية على أي شيء من العهد القديم؟ فيش لا اعتراض على نشيد الأنشاد، لا اعتراض على يشوع بن نون. الاعتراض الوحيد شو هو؟ على الكتب اللي الكنيسة دائما كانت قابلتها. تعرفوا السبع ثمان كتب هدول، طبية يهودية يشوع بن سيرا. طالما انه الكنيسة قابلة هاي الكتب هم رفضوها سنة 1520. يعني لو الكنيسة رفضت هالكتب شو عملوا؟ كان هم قبلوها. نعم، حزب المعارض تفضل. هذا واقع مع... على فكرة يبدو انه اخواننا اللوثريين اللي في السويد قبلوا هاي الكتب، وفي الطبعات المسكونية زي اللي بين ايدين الاخ عيسى موجودة هاي الكتب. بقول لك اللي بيعترف فيها هيو بيقرأها ككلمة الله، اللي بيعترفش فيها بيقرأها لحياته الروحية. نعم تفضل. وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثير من أطراف جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. في إيه؟ تقليدات أبائي. قربوا عليها؟ لا. أو زي ما بقولوا باللهجة الريفية تخرفوا معها؟ شو بتستنتجوا؟ إنه لما إخوتنا البروتستانت، وهذا مش من اليوم، من زمن فان دايك، لما بيفتحوا الكتاب المقدس اللي بين ايديهم، تاخذني دكتور تعطيني اللي هو طبعه العهد الجديد، هاي ترجمه فان دايك، طبعا عبقري هولندي، انه الواحد يتعلم العربي ويترجم مش مزحه يعني، شايفين. ولكن مع الاسف شو عمل؟ بيقول لك ما فيش تقاليد رسوليه، فيش تقاليد مسيحية، أما في تقاليد يهودية. هاي لأنه في الترجمة تبعتهم كل ما في تقاليد مسيحية رسولية إيش بيعملوا فيها؟ بحرفوها إلى تعاليم. واللي شفناه مش بقول مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. اللي موجود بالكتاب بالترجمة الكتاب هاي النتيجة تبعته. شو هي النتيجة هون؟ توجد خلافة وتسلسل عند اليهود وبسحبها يعني من موسى، ولا يوجد ايش؟ خلافة رسولية في شو يعني لا؟ يعني خرافة الخلافة الرسولية ضد انو كنائس هاي؟ خلينا هلأ نحكي عربي. ضد الكاثوليكية. خلينا ناخد بشكل موضح أكثر. ضد أنو كنائس؟ ضد كنيسة روما.
لأنه مين مات في روما؟ القديس بطرس وبولس. طيب ضد مين كمان؟ ضد كنيسة ضد كنيسة أورشليم. مين كان؟ الأسقف يعقوب، القديس يعقوب الصغير. بعدين مصر القديس مرقس. انطاكيا اللي مر فيها أيضا مين؟ القديس. يعني معناه انطاكيا، لما نقول انطاكيا شو يعني؟ يعني الموارنة، تعرف بطرك السريان الكاثوليك والأرثوذكس. هلا بطرك الموارنة لما مطران بنتخبوه أو خوري بنتخبوه بطرك للموارنة، شو بصير اسمه؟ مار يعني سيد. بطرس. ولما واحد بنتخبوه بطريرك للسريان الكاثوليك، شو بصير اسمه؟ أغناطيوس. أغناطيوس الانطاقي اللي مات شهيد. ليش؟ لأنه إيش فيه؟ في خلافة. إذن هذا كله بالمختصر ضد الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية. لما ضد كنيسة الروم الأرثوذكس، لأنه شو بتقول لك كنيسة الروم الأرثوذكس؟ شو أهمية بلاد اليونان؟ شو أهمية القسطنطينية؟ إنه مين كان فيها؟ أنو رسول؟ رسول أندراوس. الرسول أندراوس أخو القديس بطرس. شايفين؟ هذا مثلا الأرمن. أقول لك طب شو دخلهم الأرمن؟ هذول من آخر الدنيا جماعة الإنش جوزيس. هذول القديس بارتولوماوس الرسول هو اللي بشر في أرمينيا، وبعدين اعتنقوا رسميا الدين المسيحي سنة 303 على في عهد أو على يد الملك تيريداتس الثالث. شكرا لإصغائكم. بعرفش إذا في أسئلة بالنسبة لهذا الموضوع.